فأنت يا عبد الله إذا ابتعدت عن الناس وأخفيت صوتك حتى لا يسمعك الناس فاحذر، فإن الله يسمعك. مهما تخفيت ومهما ابتعدت ومهما أخفيت فإن الله يسمع كلامك. يحذركم الله سمعه ويحذركم الله بصره، فهو سبحانه بصير يراكم في سركم وعلنكم، لا تخفون عليه أبدا. فإذا أغلقت الأبواب وخلوت بنفسك فاحذر رؤية الله لك، فإن الله يراك. والله يا عبد الله لن تكون في مكان لا يراك فيه أحد، والله الذي لا إله إلا هو، لن تكون في مكان لا يراك فيه أحد، يراك الله سبحانه وتعالى. ويحذركم الله علمه، فالله يعلم ما تقولون ويعلم ما تعملون، يعلم ما تبدون ويعلم ما تخفون. علم ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض، وأحصى ذلك في إمام مبين في اللوح المحفوظ. ويعلم ذلك عند وقوعه، ويتعلق الحساب بهذا العلم. أنت يا عبد الله إن أخفيت شيئاً في قلبك فالله يعلمه سبحانه وتعالى، علمه قبل أن تخفيه وعلمه عندما أخفيته. فإن كان هذا من وساوس الشيطان فإن الله لا يؤاخذك به، فلا تفرق لما يلقيه الشيطان في القلب، فإن الله لا يؤاخذك به. لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وإن كان هذا الذي في نفسك حديث نفس، فإن الله أنعم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يؤاخذها بهذا ما لم تتكلم أو تعمل. وإن كان هذا همًا بشر وميلًا إلى الشر لكنك لم تعمله، فإن الله لا يؤاخذك به. أما إن كان نية جازمة بالشر وبمعصية الله فإنك تؤاخذ بذلك على التحقيق عند أهل العلم. وإذا أظهرت شيئاً فأظهرت ما في نفسك إلى العلن فإن الله سبحانه يعلمه. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وإذا علمه الله فالله على كل شيء قدير.